منع المواطنين من الدخول الى الشواطئ وتاجيل موسم الاصطياد في سنه 2020. نقوم بانطلاق لولايه جيجل الساحليه بحمله تحسيسيه واسعه الانتشار تمس جميع الشواطئ الواقعه في الولايات التابعه لاقليم القياده الجهويه الخامسه الدرك الوطني بقسنطينه. هذه الحمله التحسيسيه مفادها هو ايصال الفكره للمواطنين وتحسيسهم بامنهم الصحي من اجل عدم التوجه للشواطئ. لكانت الاجراءات اللازمه والوقائيه باش نتفاداو تفشي الفيروس هذا لازم نمنعوا، معليش نقدروا نتنازلوا على موسم الاصطياد.